السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل شرح الهولو بلوكس لاب. احنا في الفيديو اللي فات كنا ادينا الجنرال كونسبت عن الموضوع، ودخلنا في الوان واي هولو بلوكس لاب كديزاين واناليسيس وديتيلينج لحد ما وصلنا لحد اخر حاجه. فباذن الله في الفيديو ده هنكمل بقى الشغل بتاع التو واي سوليد التو واي هولو بلوكس لاب. اول حاجه احنا كنا، لو الناس تفتكر، كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الدايمنشنز بتاعه الهولو بلوكس لاب، اللي هي سواء كان السبيسنج او رجع لها بس عشان نقول للناس السبيسنج اللي هو الاي اللي هو بيبقى مكان البلوكات او الفوم او كده، واتكلمنا عن ابعاد الربات واتكلمنا عن التي اس وهكذا. كل ده هينطبق على التو واي هولو بلوكس لاب ما عدا التي. التي اللي هي التوتال ديبث بتاع البلاطه انكلودنج انكلودنج الرب والتي اس. كنا جبنا له طريقه من في الوان واي، طريقة شبيهة طبعا موجودة برضو دي باي كود، يعني موجودة في الكود عشان تحسب السمك بتاع التو واي هولو بلوكس لاب التوتال. فده الاختلاف الوحيد في حسابات الدايمنشنز بتاعة التو واي. طب ايه اصلا التو واي هولو بلوكس لاب؟ التو واي هولو بلوكس لاب بتبقى بدل ما انا عندي الريبس دي زي الوان واي، الريبس كلها ماشية في اتجاه واحد كده، لو في اللود بيمشي في اتجاه الريبس، لا ببدأ احط الريبس في التو دايركشنز. يعني لو شفنا اي حاجة مرسومة زي كده هتلاقي في ريبس في اكس وفي ريبس في واي، ريبس في الاتجاه القصير وريبس في الاتجاه الطويل. طبعا لو جيت تلاحظ هتلاقي ان انا دلوقتي عندي مشكله، انا محتاج، يعني انا دلوقتي عندي السبيسنج مثلا اللي هو عرض البلوك ال 40، محتاج يبقى بين الربات في اكس وبين الربات في واي اللي هو عرض البلوك. فالحل الوحيد ان انا اعمل حاجه زي كده ان انا بقوم حاطط بلوكين في وش بعض بين كل رب والتاني، يعني هنا مثلا في رب وهنا في رب، فيبقى دي بلوكين 40 في 40 عشان يبقى ال 40 موجوده في اكس وال 40 موجوده في واي. فده اول اختلاف اساسي موجود، ان انت بترص البلوكات 2 في 2 باي 2 باي 2 بحيث تقدر تجيب ابعاد الريبس في التو دايركشنز. نرجع تاني، قلنا زي ما قلنا لكل بتمسك انت عشان تعرف الثيكنس، بتمسك الطول القصير وتشوف انت هل انت سيمبل ممسوك من الناحيه ممسوك من الناحيتين، وتقسم وتجيب التوتال تي بتاع البلاطه. تاني حاجه وده اختلاف اساسي والناس تركز فيه، لان هو زي ما قلنا برده في الفيديو اللي فات الحاجه الحته دي فيها شويه مدارس في طريقه الشغل، كل واحد بيفضل طريقه، فانا بشرح بالطريقه اللي انا بفضل بيها. لو الناس فاكره احنا في الوان واي كنا اشتغلنا على ان انا باخد رب واجيب اللود اللي عليها للمتر للربايه الواحده. مش هقدر اعمل الكلام ده هنا ليه؟ لان اول حاجه هي تو واي رب او تو واي هولو بلوك سلاب، يعني ريبس في الاتجاهين، فانا ما اعرفش ايه الحمل اللي ماشي في اكس وايه الحمل اللي ماشي في واي، فمش هقدر احسب من البدايه. خلي بالك يعني بتكلم دلوقتي من البدايه بعد اللود اللي جاي على الرب الواحده. فافضل حل متاح ان انا بقوم واخد حته اي بلس بي في اي بلس بي. الاي بلس بي دي اللي هي ايه؟ احنا قلنا الاي ده اللي هي ابعاد البلوك، والبي اللي هو نص، والبي اللي هو عرض الرب. فبياخد حته كده اي بلس بي، الحته الاي بلس بي دي هعرف احسب لها اوزانها. ازاي اوزانها؟ اقدر احسب هي فيها بلوكين، لان احنا زي ما قلنا بنحط بين كل سبيسنج والتاني، بين كل رب والتاني بنحط بلوكين عكس بعض او في وش بعض، بحيث نقدر نشكل الربات في التو دايركشنز. فانا عندي بلوكين، فيبقى انا يبقى عندي يبقى الجزء ده الاوزان اللي عليه وزن البلوكين، وعندي تي اس جاما كونكريت. لو ضربت تي اس في جاما كونكريت ده يبقى اليونيفورم ويت لود او يونيفورم لود بالنسبه للاون ويت. فعشان اجيب وزن اي بلس بي هقوم ضارب في اي بلس بي في اي بلس بي، يعني كاني بحولها كونسنتريتد لود، يعني بجيب وزن الحته دي لوحدها كده وزن صافي يعني. وبعد كده اشوف نفس الكلام على او بجيب وزن الربات اللي في الحته دي. زي ما هو انت شايف كده، هو عنده دي وعنده دي وعنده دي وعنده دي، اللي هو يعني دي بلوكين دي ابعاد الربات الحته اللي موجوده دي. هات الاريا بتاعت او ايه الطول بتاع الجزء ده، لان انت دلوقتي جبت الاريا. فعشان جبت، يعني لو الناس فاكره لما اضرب بي تي اس جاما كونكريت في البي انا بجيب الوزن الطولي للربات، فانا عايز اجيب التوتال ويت للربات في الحته دي، فهو مضارب في الطول. احسب الطول هتلاقيه في الاخر يطلع اي بلس بي بلس اي، يعني شوف كده انت احسبه هيطلع لك بالطريقه دي. خلي بالك طبعا ان دي نص نص رب نص رب مش رب، فانا لما اجي اشتغل على رب فبجمع الاثنين دول مع بعض واجمع الاثنين دول مع بعض، وهات التوتال لينث بتاعهم هيطلع لك اي بلس بي بلس اي بلس قلنا وزنين بلوك. ده كده يبقى الاوزان. طب انا دلوقتي جبت الاوزان بتاع المنطقه دي، اقوم محول ده لاريا او يونيفورم لود، او واخد ده اسمه على الاريا بتاعت المنطقه دي اللي هي اي بلس بي في اي بلس بي. طب انا ليه عملت كده؟ ما اكمل الاول خالص اجيب يونيفورم لود عادي، لان انا مش هعرف اصلا اجيب. الفكره الوحيده المشكله هنا انا مش هعرف اجيب البلوكات، وزن البلوكات في التوتال وزن بتاع البلوكس من قبل الديزاين. طبعا لما بنيجي نشتغل بالبرامج
بنقرب كده طريقه معينه، يقول لك افترض سوليد بارت وقت التوتال نمبر اوف بلوكس والكلام ده زي ما ممكن شرحنا قبل كده، لكن من المانيوال ده مش هينفع طبعا او مش اكيوريت قوي. فبقوم جايب وزن الحته الواحده ومقسمها على اريتها، فاجيب التوتال اون ويت كاي اريا لود على البلاطه، ثم اجمع على ده بقى انا جبت الاون ويت يبقى 1.4 اون ويت بلس 4 كفر بلس 1.6 اللايف لود، يبقى انت كده جبت التوتال يونيفورم لود او اريا لود اللي موجود على البلاطه. محتاج بعد كده احوله للود بير ريب عشان اقدر اصمم. وزي ما قلت انا ليه ما عملتش كده من الاول؟ لان انا ما اعرفش كل ريب هتشيل قد ايه. في الحال ان انا بجيب التوتال لود كاريا لود بالطريقه اللي شرحناها دي، ثم احسب بقى كانها تو واي هولو تو واي سلاب، واحسب لها الفا وبيتا، الفا في الاتجاه القصير وبيتا في الاتجاه الطويل، وبعد كده اشوف كل ريب شايله ايه. المهم برضو اكد هنا على حاجه، ان موضوع الوان واي والتو واي بيحكموا في البلاطات او في الهولو بلوك سلاب حاجه غير السوليد سلاب. اول حاجه احنا قلنا عشان اعمل وان واي انت اللي بتعملها وان واي، ما هياش ما بتجيش لوحدها وان واي مثلا زي التانية بتحسب الار وهكذا، لا اللي انت بتعملها وان واي انك لو عندك ال شورت اقل من 7 متر ممكن تعملها وان واي. طبعا لو انت عايز تعملها تو واي تحط ريبس في التو دايركشنز مش مشكله، بس في الاخر لو انت اقل من 7 متر ممكن تعملها وان واي. اكتر من 7 متر لو عملتها وان واي بتبقى تقيله قوي، فبتفضل تعملها تو واي ريبس في الاتجاهين. وقال لك لو انت عندك اللايف لود صغير اللي هو 1 كيلو نيوتن بير متر سكوير اللي هو بيبقى بتاع الروف او حاجه، ممكن تعدي 7 متر شويه لان اللودز خفيفه. ده بس مهم التاكيد عليه عشان الناس ما ايه يعني، ان انت اللي بتحط السيستم مش السيستم بيجي وان واي او تو واي بمزاجه يعني. المهم طب ازاي دلوقتي نحسب بقى؟ احنا دلوقتي حسبنا التوتال لود، عايزين نشوف ايه اللود اللي ماشي في ريبس في الاتجاه القصير وايه اللود اللي رايح للريبس اللي في الاتجاه الطويل. فبحسب الفا وبيتا نفس فكره السوليد سلاب العاديه، ولكن في شويه بس اختلاف. ان انا لو عندي اللايف لود اقل من 5 بستعمل ماركوس فاليوز، ولو عندي اللايف لود اكتر من 5 بستعمل جراسوف فاليوز. في كل الحالات محتاج الاول احسب الار اللي هي الريكتانجلاريتي ريشيو اللي هي تبقى ال اللي على ال على ال شورت. ولو الناس فاكره كنا بنضرب ام في ال شورت على ام في ال ام في ال على ام في ال شورت، الام دي فاكتور ليه علاقه بالطول اللي انا بحطه ده شكله عامل ازاي او الباوندري كونديشنز بتاعته عامله ازاي. زي مثلا دلوقتي مسكت الطول الطويل، الطول الطويل ده عامل ايه؟ هل ممسوك من ناحيه ولا ممسوك من ناحيتين ببلاطات يعني، ولا سيمبل؟ بيزد على الكلام ده تحط الفاكتور. ونفس الكلام بالنسبه للطول القصير. طب لو انا هستعمل الماركوس فاليوز لو اللايف فود اقل من 5 يبقى انا عندي اخش بالار بالجدول واجيب الالفا والبيتا بيزد على التيبل ده. طب لو انا عندي اللايف فود اكتر من 5 بحسب الالفا والبيتا بالمعادلات دي بيزد على الريكتانجلاريتي ريشيو. ولو الناس لاحظت هتلاقي ان المين ديفرنس يعني بين الكلمتين بين الحاجتين دول، ان لو انت يعني المفروض ان الالفا والبيتا دايما مجموعهم يطلع واحد، لان انت بتاخد نسبه من اللود في الاتجاه القصير ونسبه من اللود في الاتجاه الطويل. لكن هو هنا مش كده. ليه؟ زي ما شرحنا زمان في سوليد سلاب، لان في جزء بيروح للبلاطه او بيروح للعمود دايركت عن طريق الكورنر افكت وكده، فاللود ده مش ماشي في الاتجاهات العاديه يعني، مش ماشي رايح للكاميرات من الاخر يعني، رايح للعمدان دايركت، فبيقل شويه اللود اللي موجود للالفا والبيتا. لكن لو ما اللودز بتبدا تزيد ما بيعملوش كده، فتلاقي ان مجموعه تو فاليوز دول ابرون. طب دلوقتي انا جبت الالفا وجبت البيتا وجبت الدبليو توتال اللي هو الدبليو الترا، عايزين بقى نمسك اللود نحط كل اللود على كل ريب عشان اعرف اصمم، لان في الاخر الديزاين لازم اللود اللي في الريب. فلو جبت في الاتجاه القصير يبقى الفا في دبليو اي في دبليو التيمت، يبقى انا كده جبت اللود اللي ماشي في الاتجاه القصير. طب الريب واخد قد ايه منه؟ لو ضربت في اي بلس بي اللود اللي الريب بتاخده، يبقى انا كده جبت اللود بير متر لكل ريب. ونفس الكلام بالنسبه للونج دايركشن هنا. بعد ما عملت الكلام ده يبقى خلاص المساله تحولت، لان انت عندك ريب عليها لود او سواء سيمبل كونتينوس ايا كان شكلها، ابدا بقى اعمل لها اناليسيس وديزاين بنفس الطريقه اللي كنت بتستعملها في الوان واي هولو بلوك سلاب. نيجي بعد كده للتسليح، شغل التسليح بقى. لو جينا نفتح الفايل بتاع باشمهندس ياسر اللي هو رسم التسليح بشكل اوضح، بس في البلان هتلاقي انت ده زي ما عملنا توي بالظبط او لون واي، هتلاقي عندك 2 فاي كذا في الريب و2 في اتجاه البيضه و2 فاي كذا في اتجاه الفا اللي هو في اتجاه الريب اللي هو اتجاه القصير. طبعا بنفرق او بنحط التسليح اللي هو في الاتجاه في اتجاه الالفا في اتجاه في تحت، وبنحط التاني فوق يعني، لما تيجي تعملها زي شبكه او كده فبتبقى الالفا او اتجاه القصير بيكون تحت والبيتا او اتجاه طويل بيكون فوق.
لان زي ما احنا عارفين المفروض ان الحديد اللي في اتجاه الالفا هو اللي هيطلع اكتر، لان المومنت اعلى، لان اللودز اعلى، فبنحط ده في تحت، ونحط برضو 2 فاي كاد 10 بير ريب في كل الاماكن عشان اديله السكور 24. وتحط تسليح فرش وغطا للبلاطه 4 في 10 و4 في 10. طب هناك كنا بنحط 5 في اتجاه الفرش و4 في اتجاه الغطا. لو الناس فاكره قلت ان هو بيحط الاربعه دي عشان لما يجي يرص فوق البلوكات يحط سيخ في اول البلوك وسيخ في نص البلوك، سيخ في اول وسيخ في النص، وهما لو الاي بلس بي نص متر فكده يقدر يحط 4 سياخ. لكن لو حط 5 هيجي هو بيرص يلاقي ان في سيخ جه فوق الرب، ف يعني هيثبته ازاي فوق، فبيضطر يقوم عاملها 4 عشان يحط كل نص متر اللي هو اي بلس بي، يعني في الحاجات اللي هي البراكتيكال يعني النمبرز اللي بنستعملها يحط سيخين فيطلعوا 4 في المتر. وبعد كده بياخد سيكشنز بنفس الطريقه، بياخد سيكشن في الرب في اتجاه قصير، سيكشن في الرب اللي في الاتجاه الطويل، سيكشن في التو سوليد بارتس. الاختلاف بس ان هناك كان بدل ما بياخد في الرب اللي في الاتجاه الطويل كان بياخد هنا كان بياخد في الـ في الـ في الكروس ريب. في سيكشن 1 ده هيبقى زي ما احنا شايفين ده سيكشن في الرب اللي في الاتجاه القصير، فتسليحها هيكون هو اللي تحت. يعني بص هتلاقي التسليح بتاعها هو اللي تحت وعامل التاني نقط فوق التسليح الرئيسي، وحاطط كانت 5.8 في المتر كانت مفتوحه عشان يحط عليها التسليح وعشان تدي يعني ماسك القطاع كده زي ما قلنا ما بيصممش شير، يعني بيجي يعمل تشيك شير بيعمل تشيك شير على ان مفيش خرسانه، على ان مفيش تسليح، بيعمل تشيك على 0.16 روت اف سي على جوما سي زي الاوعيه، لكن ما يعني الكانت ما بياخدهاش في اعتباره هنا. وعندك الفرش والغطا محطوطين ده في الاتجاه القصير وده في الاتجاه الطويل. بعد كده سكشن في تسليح الريب اللي في الاتجاه الطويل هتلاقي ان التسليح ثواني كده نتاكد، هتلاقي التسليح بتاعها التسليح اللي جاي في التيار الف هو اللي تحت، والتسليح بتاع البيتا نفسه هو اللي فوق هنا، ونفس اللي كنت الكلام عامله، ونفس الكلام طبعا بالنسبه للسوليد بارت، يعني ان برده السوليد بارت هتحسبه بنفس الطريقه اللي اتكلمنا فيها في الوان واي، مفيش اي اختلاف. يعني احنا بعد ما بنجيب الحديد اللي محتاجه في اتجاه الوان واي في اتجاه الالفا والبيتا بقت تحولت المساله كانها مسالتين وان واي عاديين تماما. الاختلاف بس ازاي بتجيب اللود على الرب، بتحط هنا ده سوليد بارت، بتحط له 1 في 10 كل 30 سنتي، وبتقفله بكانه 5.8 في المتر، او يعني لو كانت الكاميرا كانت اكتر من 5.8 بتحط الكانتين دول زي بعض عشان ترصوا سوا يعني بس. وده شرينكج بارز وتسليح الكاميرا وهكذا. وده سوليد بارت في الاتجاه التاني، وخلي بالك شايف يعني مهم جدا تاخد بالك مين اللي فوق ومين اللي تحت، بيتعكسوا ده عكس ده. نشوف اكزامبل بقى سريع كده. او قبل ما نشوف الاكزامبل، احنا دلوقتي لو عندك بلاطه وان واي، البلاطه عايزين نجيب اللودز اللي على الكاميرات دي، بلاطه وان واي يبقى دبليو اس ال شورت على 2 رايح للكاميرا دي، وده دبليو اس ال شورت على 2 رايح للكاميرا دي. لكن لو انت عندك تو واي تقدر تقسمها بالمثلثات والترابيزيومز والكلام ده العادي. طبعا في بعض الناس ممكن تقول طب انا ممكن كنت اخد الرياكشنز بتاعه الريبات كل ريب احطها على الكاميرا، يعني ده كمعنى مش غلط، ولكن دي الطريقه اللي بنشتغل بيها باي كود يعني، لكن زي ما قلنا المعنى نفسه ما هواش غلط. نخش على الهيدن بيم سريعا. يعني هي فكرتها ببساطه شديده ان انا دلوقتي عايز اعمل كاميرا ارتفاعها صغير، بحيث يبقى من تحت الكاميرا جايه مع وش الربات، يعني وش الرب تحت يبقى مع وش الكاميرا بحيث ما يبقاش عندي سقوط كاميرا. فالحل ان انا ابقى عامل كاميرا لبسها صغير و بكبر عرضها جدا بحيث تقدر تتصمم وتبقى سيف. في ايه اللي بنعمله هنا؟ انا مثلا عندي سين التي كلها كانت مثلا 250 مللي، اللي هي التي الخرسانه اللي هي من اول وش الرب تحت لحد وش البلاطه من فوق، بقوم مزود على العرض ده 5 سنتي. 5 سنتي دي ليه؟ لان هو المفروض ان انا عندي في الاصل ان انا بيكون عندي فينش 10 سنتي، فلو انا زودت شويه 5 سنتي من فوق بيقلل شويه الفينش في المنطقه بتاعه الكاميرا. ده بنعمله لان انا برضو يعني محتاج شويه اكبر عرض الكاميرا بحيث دبس الكاميرا بحيث ما يبقاش صغير جدا. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه يبقى انت كده عرفت دبس الكاميرا،
طبعا زي ما بيقول لك ممكن تزوده ممكن ما تزودوش يعني، ده براحتك، ولكن في الاخر هو اوبشن معاك عشان تقدر تجيب سبانز كبيره او تجيب ديبث، يعني مومنت ديبث كبير فتجيب مومنت كاباسيتي اعلى. طب عرض الكاميرا بتجيبه منين؟ انت المفروض انك لو دي حاجه كونتينوس فانت عندك سوليد بارت من اليمين وسوليد بارت من الشمال وده السنتر لاين، يبقى لازم اقل عرض للكاميرا يبقى مجموعه سوليد بارتس. بتبدا بده ثم بتبدا تزود العرض ده بيزد على الديزاين عندك عشان تطلع سيف. بعد ما عملت الكلام ده وجبت الابعاد بتصممها كانها كاميرا عاديه تماما، بتجيب لها الحديد التسليح الرئيسي والسكندري بيمز اللي هو السكندري ستيل اللي هو بيبقى 10 15% ل 20% من المين ستيل عشان ستيرب هانجرز، وبتصممها تصمم لها كائنات عاديه. ولكن خلي بالك ان هو بيديك كونديشن ان لازم يبقى المينيمم او الماكسيمم سبيسنج بتوين فروع الكائنات، ان هو عنده هنا كام فرع كان؟ عنده 6 فروع كائنات، ممكن ما اعرفش يبقى مفردها عامل هنا عامل بص عامل 6 فروع كائنات، فلما اجي اصمم هيبقى الان عندي 6، وعدد فروع الكائنات ده جه منين؟ ان انت محتاج السبيسنج بين كل فرع والتاني ما يتعداش 250 مللي. فتبقى واخد بالك في تشيك، لان التشيك شير هتلاقي ان انت محتاج كائنات قليله شويه نسبيا لان انت عندك فروع كتيره. وزي ما احنا عارفين في الشير البي من الدي الاثنين بيكونوا مؤثرين جدا، على عكس المومنت الدي هو المؤثر اكتر يعني. طبعا بس ده ما عندناش قوي في الكورس، محتاج تشيك عليها ديفليكشن لان الكاميرا بتكون دبثها صغير فوارد يبقى عندها مشاكل ديفليكشن لان الانرشيا بتاعتها قليله. بس بعد كده بتصمم زي ما قلنا، انت بتبدا فرض الابعاد بسوليد بارت 1 زي سوليد بارت 2، وبعد كده بتزود لو احتجت على الديزاين. نخش بقى على اكزامبل سريعا كده. عندك دي بلاطه 6 في 8 ودي بلاطه 8 في 8 ودي 5 في 5 ودي 5 في 3 وعندك كانتريفر. طبعا ال 5 في 5 وال 5 في 3 الاثنين دول ممكن يمشوا سوليد سلاب، لان احنا قلنا السوليد سلاب اخرها مثلا 30 متر مربع ولا حاجه، 2 سوليد سلاب 30 متر مربع او 35 متر، فتمشي شويه سوليد سلاب، ولكن دي ودي الاثنين دول كبار شويه فيبقى صعب يتعملوا سوليد سلاب، فدول هيتعملوا 2 واي. دي اللي شورت بتاعها اقل من 6 ممكن تتعمل 1 واي في الاتجاه ده، دي 8 في 8 لا لازم تتعمل 2 واي. طبعا الكانتريفر ممكن يتعمل اول بلوك ما فيهوش مشكله لو انت احتجت، يعني لو عايز تعمله سوليد سلاب برضو ما فيهوش مشكله. هو يعني بيقول لك ايه اللي شورت اقل من 7 خد 1 واي، اكتر من 7 خدها 2 واي، وعمل حسابات الدايمنشنز بتاعت كل واحده زي ما قلنا في الاول بنحسبها ازاي، بتجيب التي منين، وبعد كده بتعمل بقى الاي والتي والبي والحاجات دي كلها. مهمه جدا في حاجه، انت دلوقتي هيبقى عندك هنا ريبس ماشيه كده وهنا بس، وهنا في ريبس ماشيه كده وريبس ماشيه كده، وهنا دي سوليد ودي سوليد. لسهوله التصميم المانيوال انا اقدر بفصل السوليد دي عن الهولو، بحيث يبقى يعني اما اجي اخد شريحه كده تبقى انا الشريحه كنت كده المومنت ويقفل بصفر، ودي شريحه سيمبل ودي شريحه سيمبل كده، وهنا شريحه كونتينوس بين الاثنين. ده عشان الكونكشن بين الاثنين دول بتبقى بايخه جدا في الاناليسيس، لان هي بتبقى انديترمنت يعني ستريب وفي ديفرنت انرشيا من الحتتين وكده، فده بيبقى صعب في حساباته. فلو جات لك حاجه زي كده ممكن تفصلها وتشتغل عادي، وزي ما قلنا انت في الاخر اللي بيحكمك تفاصيل التسليح، التسليح مش واصل يعني هي ما هياش كونتينوس، مش كونتينيوتي بين البلاطتين دول. بعد كده حسب اللودز بنفس الطريقه اللي شرحتها قبل كده. خلي بالك انا وانا بشرح شرحت طريقه للون واي غير طريقه التو واي للتسهيل، يعني انا شايف ان كل واحده ليها طريقه تبقى اسهل فيها. عايز تتبع الطريقه بتاعتي براحتك، عايز تمشي مع الدكتور وتشوف اعمل ايه بالتفصيل برضو دي حريه شخصيه. زي ما قلت لك دول بلاطتين. طبعا في حاجه برضو ممكن ما خدتش بالي منها وانا بقول، البلاطه دي متهبطه عن البلاطه دي، لان ده التشير ده معناه انها بلاطه حمام. فبرضو ناس كتيره بتفصل خصوصا السوليد سلاب، يعني بتفصل البلاطه دي عن البلاطه دي، فتبقى هنا شريحه سيمبل لوحدها وهنا شريحه سيمبل لوحدها. ده ليه؟ لان دي متهبطه فمنسوبها مختلف عن البلاطه الثانيه. اعتقد هو عمل كده في الحل، هو عمل كده فعلا في الحل، خلى دي ستريب وعمل دي ستريب لوحدها، لان هو زي ما قلت لك الليفل مختلف فصعب يوصل التسليح يكون البوستيف او النيجاتيف من البلاطتين. وحسب وبعد كده عمل كل حسابات الالفا والبيتا والريكتانجلارتي والكلام ده، خد الستريبس وصممها. طبعا هو تقريبا هنا ما فصلش، يعني هو ما فصلش هنا بين الشريحتين دول، لكن انا بقول لك عادي مفيش مشكله انك تفصل طالما انت هتصلح بيزد على الاناليسيس اللي انت عامله. صمم وجاب السوليد بارت بنفس الطريقه كلها، هو ده الشغل بتاع السوليد بارت نفسه اللي شرحناه في الوان واي سلاب، واشتغل عليه.
صمم سوليد بورت لكل الشرايح، جاب عدد البلوكات. خلي بالك بس عدد البلوكات مختلف شوية في التوي عن الوان واي، لأن الاتجاهين بقى فيهم ربات والاتجاهين فيهم البلوكات عرضها 40 سم، فالاتنين جايين بنفس طريقة الحساب. فخلي بالك يعني انت بتيجي تحسب الموضوع في الاخر مش حفظ، انت بتعرف شوف في كل اتجاه عدد بلوكات وازاي بتحسب بيزد على انت عندك كام ريب، عندك كام بلوك، عندك كام سوليد بارت وهكذا. بعد كده التسليح نفس اللي شرحناه من شويه بالتفصيل. بس كده يبقى احنا كده في التو فيديوز دول ادينا فكره عامه عن الهولو بلوكس، الديزاين بتاع الوان واي والديزاين بتاع التو واي، من اول اللودنج لحد من اول كاردايمنشنز لحد الديتيلنج. شكرا والسلام عليكم.